طب انا عايز طلبات بقى واضحه وصريحه، طلب في دقيقه وواضحه وصريحه. طلبك ايه من وزاره الشباب والرياضه؟ طيب في دقيقه ويتنفذ في قد ايه؟ يتنفذ ان شاء الله باذن الله على طول. على طول؟ اه ملعب كره تفائلوا، هم بيقولوا ايه؟ تفائلوا بالخير تجدوه. ايوه صح، هو الحلقه ده يبقى تنفيذ ملعب كره القدم اللي بقى له 5 سنين، توفير صاله انشطه، مركز كمبيوتر، حاسب الي، كفايه كده. بس المطلب برضو اللي هو بتاع رئاسه الجمهوريه بمبلغ 10 مليون جنيه هو المطلب الاساسي. دي فكره حلوه. مطلب تاني واضح من اتحاد الكوره. مطلب واضح من اتحاد الكوره، مجموعه مستقله لشمال سيناء في القسم الثالث. اه يصعد الاول مباشر للقسم الثاني باختصار. استاذ محمد، طلبك من الوزاره ايه؟ من الوزاره طبعا حضرتك دايما بلغت حضرتك في البدايه ان هو انا محتاج مدرجات وعندي المساحه اللي تتسع لذلك، ومحتاج تراك بشكل محترم، ومحتاج اضاءه تدريبيه. ده بالنسبه للوزاره. فيما يخص اتحاد الكوره، كان في من 3 سنين عقد اجتماع في اتحاد الكوره مع المهندس ايهاب الهيطر المشرف العام على اداره المسابقات في حينه، والكابتن احمد بن جاهد والكابتن حماده المصري، في حضور جميع رؤساء انديه شمال سيناء والمنطقه. وتم الاتفاق في هذا الاجتماع على ان سيناء خلال 3 سنوات تمثل بمجموعه يصعد منها فريق مباشر الى الدوري الممتاز به. الثلاث سنين انقضت، ومن المفترض ان السنه القادمه باذن مشيئه الله يكون مجموع سيناء يصعد منها المباشر، ولن تتنازلوا عن هذا الحل، وهذا يعني مطلب لن نتنازل عنه. لكن للاسف الشديد يمكن انا شفت توصيات لجنه المسابقات القسم الثالث تجاهلت هذا الطلب تماما، وده شيء غير عادل، لان احنا كنا قاعدين مع ممثلين لاتحاد الكوره بصفتهم مش باشخاصهم. تمام، ده مطلب من المهم جدا للانديه سيناء. طلبات حضرتك ايه من الوزاره؟ احنا بمناسبه ان احنا قاعدين في قناه الحياه، بنشكر كل العاملين في قناه الحياه وعلى رسوم سعادتك طبعا. شرف لينا خالص. ربنا يكرمك، واحنا بنقول ان شاء الله الطلب ده يعني يلقى قبول زي ما قال الاستاذ فريد، هو طلب في دقيقه بس يتنفس في قد ايه؟ عشان يدينا حتى قبله الحياه. طبعا. واحنا في قناه الحياه. وطبعا الشكر ليك طبعا. فاحنا بنقول بالنسبه للطلب، احنا بنطلب من الوزاره انها يعني ينتهي موضوع الملعب القانوني. اللي بقى له فتره طويله يمكن 40 سنه دلوقتي واحنا بنطالب فيه. 40 سنه. من النادي منشأ برقم 4 لسنه 77. يعني انت طلبك الوحيد من الوزاره الملعب. الملعب والصور عليه واللي هي حصلت الجيمنازيوم وحديقه الاطفال ويتعمل لنا مبنى. يعني مبنى اداري كده جميل للنادي. طبعا. بحيث ان حتى يعني الناس لما تروح الرياضه دي بتسمو بالاخلاق والذوق. فالشباب كده يروحوا يشوفوا الملعب ويشوفوا الحاجات دي. هتهون على الناس في الظروف طبعا. هيهون عليهم. يهون على بالنسبه لاتحاد الكوره طبعا احنا بنتمنى انهم يعملوا كل اللي فيه الخير للانديه جميعا وانديه شمال سيناء خاصه. حلوه دي حلوه. ده طلب حلو. استاذ حسن، الملعب وعايزين حديقه الاطفال بتاعت الاطفال على فكره لما بتكون في عيد ولا في حاجه ما فيش حته بروح فيها اساسا. حتى حديقه الاطفال حتى تترفع عنه شويه. تمام، والملعب ده شيء اساسي. وبرضو عايزين موضوع المجموعة عشان احنا بتخليني أصفي مع فاكهة الكرة في مصر الإسماعيلية. أنا ما بصف، أنا عمر ما هصعد، عمر ما أصفي الأول مع أول إسماعيلية، عمر ما هصعد. أولا ماديات مفيش، وثانيا الكرة في الإسماعيلية طبعا كل عارف كرة الإسماعيلية عاملة إزاي. فدي طبعا احنا أهم حاجة ومطلب الأكيد موضوع مجموعة واحدة يصعد مننا واحد للممتاز به. مجموعه واحده يصعد واحد للممتاز به. ايوه، بحيث ان احنا ما نتخليش انا اصفي مع قرارها تاني فاكهه الكوره في مصر، وكل عارف الكلام ده كويس. طب سؤال.